خبرنا شو الاختراع اللي عملته، شو الابلكيشن؟ الابلكيشن هي عباره او بتمكن شخصين او 10 اشخاص، لحدود ال 10 اشخاص، انه ياخذوا سيلفي وحده من تليفوناتهم حتى لو ما كانوا موجودين مع بعض، وممكن يكونوا موجودين حتى بنفس الغرفه وبدهم ياخذوا سيلفي بس كل واحد من تليفونه. بتقوم الابلكيشن بتجمع الصور مع بعضهم وبتطلع صوره وحده وبتردها عند المشتركين اللي اشتركوا بالسيلفي. نعم. علي، بما انه انت الفاشن بوليس تبعنا بالتكنولوجي، هذا شيء جديد او شيء موجود منه، او شو الاضافه اللي بتعملها؟ اذا بدك هيدا الاختراع اذا بدنا نسميه بيندرج تحت خانه تجديد اكثر من انه شيء جديد. يعني التكنولوجيا موجوده انه الناس بتاخذ سيلفيز، بس هيدا الانوفيشن او الابتكار انه نفكر كيف نستعمل تكنولوجيا موجوده تنقدم شيء جديد للناس. ففكرة انه نجيب السيلفي ونحط كذا شخص مع بعض وناخد صورة، لا يعني بركي شوي بنعرفها بالسكايب اذا بدنا نعمل كول مع بعض نحكي نعمل كونفرنس، بس بعتقد هذا الشيء يعني بغير تاريخ السيلفي كما نعرفه، انه بتصير انه السيلفي شيء مشترك عم يعملوه مجموعة من العالم بكذا منطقة بالصورة، بيصير واحد يعني حاليا في يكذب انه انا ظاهره انا وارلات وتصور انا وارلات. بس انا اذا قلت لهم صوروني هلا انتوا وين بدي اعرف، فيهم يغشوا بالمكان؟ لا حاليا كل شخص بيبقى على الباك جراوند تبعولته لاحقا. هو احسن، هاي لذة تبعته بالضبط، مش حلو يكونوا سوا. اكيد ما حلو يكونوا سوا، بس في امكانيه لبعدين انه يصيروا على باك جراوند وحده. وهيدي وين هلا الابلكيشن محطوطه؟ حاليا موجوده على البلاي ستور للاندرويد، اندرويد، وان شاء الله خلال الشهر الجاي بتكون موجوده للايفون والايباد على الابل ستور. قد ايه صار لها اونلاين؟ صار لها 10 ايام بس. وكيف الفيدباك؟ الفيدباك بالنسبه لي انا بلاقيه كثير جيد. نعم. والاقبال منيح. يعني صراحة أنا اليوم أول مرة بحياتي بقول يا ريت معي أندرويد ومش آيفون لنجربها، بس كي طلع عبالي نجربها. فينا نعملها هلا؟ أكيد. طيب بتعرف حدا بغير محل تصور معه؟ حدا من عم يحضر. ليك خلينا نعملها نحن وعم اكيد. اوكي تعال ناخذ السيلفي. يلا سوري عفوا، ويلفي ويلفي وي سيلفي وي سيلفي. اوكي هلا نحن عم نتصور، بس مين عم يتصور معنا؟ مديري وجدي كنعان. بالسفير؟ بالسفير. كيفك وجدي؟ معقولة بلا كارول صورناها هيدي؟ بنرجع بناخذ وحدة. يلا وحدة مع كارول، أنا بلا كارول. يلا بس لا تطلع أونلاين وبنرجع بناخذ وحدتين. وهلا هو نحن ما بنشوفه بيكون شايفيننا أو؟ لا لا لا، هلا حاليا ما في لايف بريفيو، لا ما بدنا نعمل. أوكي طلعت أونلاين، هلا مجرد ما تطلع صورته أونلاين بيصير في عنا صورة وحدة، بيوصلنا نوتيفيكيشن إنه وصلت. وهيدي الصورة وين بتكون محطوطة؟ حاليا بينعملها بروسيسنج على السيرفر عندي. ايه. وبترجع بتنرد على الديفايس، مجرد ما ترد على الديفايس بتجي يعني لعندك 100%، وانت بوقتها بتتصرف فيها مطرح ما بدك. صح. هلا خلينا ناخذ وحده ثانيه، بس بعتقد بعده عم يعمل ابلود عنده. بدي يعرضه. يلا خلينا الكابلز هيدي اللي عايشين لونج ديستنس بعاد وهيك بنصور مع بعض ممنوع الغلط. حلوة يلا خلينا ننطرها بهذا الوقت. عندنا موضوع تاني.